في إقبال كبير على بوابة الوظائف الحكومية للتقديم في مسابقة وزارة الأوقاف للتعاقد على 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس و1000 عامل مسجد، والتقديم مستمر لحد يوم 2 مارس اللي جاي. فخلونا بقى نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا أستاذة بسنت، وصباح الخير على أستاذ أحمد. صباح الخير على حضرتك يا فندم. المشاهدين اللي بيتابعوا حضرتك، مرحب بحضرتك في صباح الخير يا مصر. ايه هي شروط الوظائف الجديده بالوزاره؟ يعني اولا وظيفه الامام طبعا. طيب خليني الاول ابدا مع حضرتك. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وخليني اهني حضراتكم بهذه الايام المفترض اللي احنا بنمر بيها، وربنا يا رب يجعلها ايام خير وبركه وسعاده علينا وعلى مصرنا الحبيبه يا رب ان شاء الله. اللهم امين. احنا عندنا في وزاره الاوقاف التعاقد حاليا تم فتح باب التقدم لوظيفه امام ومدرس، امام وخطيب ومدرس في وزاره الاوقاف المصريه لعدد 1000 وظيفه. في عندنا عدد من الشروط الرئيسيه وعدد من الشروط اللي المفروض تتوافر في المتقدم. اولها طبعا ان هو يكون متمتع بالجنسيه المصريه، ثم ان يكون محمود السمعه والسيره، الا يكون قد سبق الحكم عليه طبعا بعقوبه جنائيه او عقوبه مقيده للحريه في جريمه شرف، في جريمه مخله بالشرف او الامانه. عندنا شرط مهم جدا هو الا يزيد السن عن 30 عام من تاريخ نشر الاعلان، تمام؟ ان يكون المتقدم خريج احدى كليات جامعه الازهر للبنين. محتاجين نركز كمان عشان كل اللي بيسمعوني يركزوا في الحته دي، ان شرط اساسي في المتقدم ان هو يكون خريج جامعه الازهر. طيب خريج جامعه الازهر اي كليه؟ كليه الدعوه الاسلاميه، كليه اصول الدين، كليه الدراسات الاسلاميه والعربيه، كليه الشريعه، كليه اللغه العربيه، كليه القران الكريم، كليه اللغات والترجمه، قسم الدراسات الاسلاميه بجميع اللغات، كليه الاعلام جامعه الازهر، كليه التربيه جامعه الازهر، شعبه الدراسات الاسلاميه، شعبه اللغه العربيه، شعبه اللغه الانجليزيه، شعبه اللغه الفرنسيه. دي هي الشروط الاساسيه اللي من حق الخريج اللي تخرج من الكليه دي ان يتقدم في هذا الاعلام. طيب عندنا كمان شرط الا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن جيد. ثانيا ان يبتسم الاختبارات طبعا المقرره واللي هيتم تحديدها وفقا للقواعد المقرره قانونا. طيب في بقى عدد من المستندات المطلوب تجهيزها علشان نتاكد من صحتها ونتاكد ان هي كمان متوفره، علشان واحنا بنقدم ما يقفلش علينا الجهاز وبالتالي ناخد وقت اكثر من الوقت المحدد. لازم يكون في متوفر مع المتقدم صوره شخصيه، صوره بطاقه الرقم القومي تبقى ساريه. لازم تكون ساريه وتكون مصوره على الوجهين، وتكون في صحيفه حاله جنائيه موجهه للجهاز المركزي للتنظيم والاداره باعتباره الجهه المستضيفه للاعلان، لان الاعلان مفتوح على بوابه الوظائف الحكوميه التابعه للجهاز المركزي للتنظيم والاداره. طيب في كمان لازم يكون صوره المؤهل الدراسي، صوره المؤهل الاعلى طبعا لو هو عنده مؤهل اعلى، موقفه من الخدمه العسكريه، وشهاده التاهيل لو المتقدم من اصحاب الهمم. دي كل الشروط المطلوب توفرها في المتقدم لوظيفه امام وخطيب ومدرس. طيب خلينا نروح بقى على التعاقد على وظيفه عامل مسجد. في برضه نفس الشروط اللي قلناها في الاول على امام، اللي هي الشروط الاوليه للتقديم. لكن دي بقى شروط اساسيه، هي الا يزيد السن عن 35 عام من تاريخ نشر الاعلان. احنا قلنا في الامام 30، في العامل قلنا 35. ان يكون المتقدم من الذكور طبعا. طب معلش اسمح لي اسال حضرتك هنا دكتور عبد الله، يعني ليه السن الخاص بالعامل في المسجد هو اكبر من السن الخاص بوظيفه الامام والخطيب، وتحديدا وان كانت يعني هذه الخدمه هي شرف لكل من يعمل فيها، وفكرة خدمة المساجد ورواد المساجد تحديدا، يعني أعتقد لو كان السن أقل شوية هيبقى يعني لسه بشبابه يقدر اللي هو يكون عطاء في هذه الوظيفة الشرفية تحديدا لكل من يعمل فيها. طب خليني أقول لحضرتك طبعا إن إحنا إن كان في لجنة من عندنا من وزارة الأوقاف المصرية، شكلها الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الجلوس مع لجنه مشكله في الجهاز المركزي للتنظيم والاداره علشان وضع الضوابط اللي احنا قلنا لحضرتك عليها دي. صحيح. واستغرق الوقت فتره علشان يتم الخروج بعدد من الشروط والضوابط اللي يكون فيها الحرص الشديد اولا على ان احنا نقدر ننتقي عناصر متميزه، الى جانب كمان خليني اقول لحضرتك ان هيكون في
من ضمن المراحل اللي هيمر بيها الاعلام اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات وعدد من المقابلات الشخصيه اللي من شأنها ان هي ستساعد على انتقاء عناصر متميزه جدا. صحيح. جدا جدا، كل في مجال، يعني الامام عشان يعرف يخدم وعشان يكون امام راقي ومستنير وواعي. لا، وفكره الكشوفات دي يا دكتور عبد الله هي خلاص بقى امر بديهي في الجمهوريه الجديده، لان الدوله لن تسمح بوساطه، لن تسمح ب يعني دخول احد مجامله. من حق الدوله ان هي اي احد يعمل في الجهاز الوظيفي او الجهاز الاداري للدوله تحديدا ان هي تنتقي العناصر المتميزه. ويمكن خليني يعني على ذكر حضرتك والاجتماع الخاص بالجهاز المركزي للتنظيم والاداره، يمكن في احدى اللقاءات اللي جمعتني مع دكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز قال تحديدا ان الاوراق اللي مطلوبه في حاله يعني مثلا البطاقه وش وظهر، لو المتقدم حط البطاقه وش بس ما بيتمش النظر في باقي الورق لان هو شخص متكاسل اصلا، فازاي اللي انا هعينه او ازاي اللي انا هخليه يخوض باقي الاختبارات يعني. نعم، ده خليني اضيف لحضرتك كمان ان السيستم كمان لن يسمح باستكمال الاجراءات طالما ان في اجراء ناقص. طيب خليني اكمل لحضرتك في الجزئيه الخاصه بالضوابط بتاعه عامل عشان يكون الساده المشاهدين معانا، لو في حد لسه لم يتقدم احنا ما زال التقديم مفتوح عندنا لحد يوم 2 مارس. احنا قلنا السن ما يزيدش عن 35 سنه ان يكون المتقدم من الذكور. طيب ان يكون حاصل على مؤهل اعداديه عامه او اعداديه ازهريه، ده شرط مهم جدا من الشروط والضوابط. لكن في كمان عندنا مقابله شخصيه في اختبارات مقرره وفقا للقواعد القانونيه هيتم النظر فيها. كمان عندي شرط مهم جدا هو اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات للي اجتازوا الاختبارات المقرره. ثم هناك شرط ايضا ان يقر المتقدم بقبول العمل في اي مكان في جمهوريه مصر العربيه وفق ما تقتضيه مصلحه وزاره الاوقاف المصريه. حضرتك عارف ان احنا في عدد من المحافظات الحدوديه بنبقى محتاج ان احنا نعزز فيها تواجد العمال والائمه، فعشان لما يتم القبول ما يقولش المتقدم اصل حضرتك ما قلتليش ان انا المفروض هشتغل فين ومش هشتغل فين. لا، احنا العمل هيتم توزيعه وفق المصلحه العامه لوزاره الاوقاف. طيب انا عايزه اتفضل يا فندم، معاك اتفضل. نفس الامور المطلوبه او المستندات اللي المفروض المتقدم لوظيفه عامل ان هو يجهزها، صوره شخصيه حديثه، صوره بطاقه الرقم القومي ساريه وتكون على الوجهين، صحيفه حاله جنائيه سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صورة المؤهل الدراسي اللي احنا طبعا قلناه في الأول ان هو يكون حصل على إعدادية عامة او إعدادية أزهرية، موقفه من الخدمة العسكرية، وبعد كده كل الأوراق دي بتجهز علشان يكون عنده الإمكانية ان هو يقدر يقدم على موقع بوابة الوظائف الحكومية. طيب وزارة الأوقاف عملت مجهود كبير قوي في متابعة الأفكار يمكن اللي بيتم تداولها في المساجد وبنسميه الخطاب أو تجديد الخطاب الديني، إزاي بيتم متابعة الخريجين يا فندم؟ إزاي بيتم متابعة الخريجين الجدد قصد حضرتك يعني؟ أيوة يا فندم، إن احنا ونبقى يعني متأكدين إن هم ماشيين على نفس خطى الوزارة في تجديد الخطاب الديني. نعم، خليني اقول لحضرتك ان احنا عندنا منظومه كبيره جدا اسمها منظومه التفتيش العام. منظومه التفتيش العام دي موجوده في كل الجمهوريه، كل مديريه من مديريات الاوقاف عندها تفتيش، وكل اداره من ادارات الاوقاف عندها تفتيش، الى جانب ان الوزاره نفسها الديوان العام عنده مجموعه من التفتيش العام اللي هي بتكلف بمتابعه دقيقه جدا جدا جدا، خصوصا يوم الجمعه، للوقوف على ضوابط الالتزام بخطبه الوزاره والالتزام بالضوابط المحدده من حيث الوقت والالتزام بموضوع الخطبه. وبما اننا في يعني ما زلنا بنعاني في ظرف كورونا الشديد، التفتيش العام من شانه ان هو يتحقق ان الافكار اللي بتقال او الموضوعات اللي بتقال بخطبه الجمعه هي نفس الموضوعات التي حددتها الوزاره، يتحقق من التزام الامام بضوابط الوقت حتى لا يكون الامر يعني حتى لا يكون في امام بيطيل على الناس ويعمل يعني يحدث ازدحام في المسجد نتيجه هذا التطويل. ولكن هذا التفتيش يرفع تقريره اسبوعيا في خطبه الجمعه بالذي تم، ويعني هناك منظومه ابشرك يعني ان هناك منظومه من التفتيش العام القويه التي من شانها ان تقوم بعمليه الضبط الكامل لكل الشروط يعني المفروض ان تحقق في يوم الجمعه تحديدا. نعم،
طيب يعني احنا كده امام دكتور عبد الله منظومه متكامله، مش فكره تعيين فقط، لا هو تعيين ورقابه لضمان عدم وجود اي نوع من انواع الافكار المتطرفه لدى سواء كان الامام او الخطيب او حتى العامل في المساجد. لكن عاوز اسال حضرتك على قطاع وشريحه مهمه جدا بتوليها الدوله حاليا اهتمام خاص، يعني اعمالا للدستور في عدم التمييز او التفرقه، هم اصحاب الهمم. هل متاح ليهم ان هم يعني يتقدموا لهذه الوظائف؟ طبعا 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 طبعا. احنا عندنا في احد الضوابط المنفرده من اجل اصحاب الهمم، لو حضرتك بتتقدم وحضرتك حصلت على بطاقة الخدمات المتكاملة اللي بتمنحها وزارة التضامن لأي حد من أصحاب الهمم، حضرتك بترفق هذه البطاقة وبتطبعها حتى يعني يوضع في الاعتبار أن حضرتك من أصحاب الهمم. وطبعا نفس الاختبارات اللي بتخضع عليهم هي نفس الاختبارات اللي بتخضع على يعني باقي المتقدمين؟ نفس الاختبارات، ولكن هناك الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عندما يتم الفرز لكل أعداد المتقدمين بيكون هناك رؤية محددة لأصحاب الهمم. نعم. والتقديم إلكتروني فقط؟ نعم فقط، من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. نعم. ومستمر إلى يوم 3 مارس 2 مارس. طب هل تم تحديد بقى الرواتب يا فندم؟ نعم فندم، هل تم تحديد الرواتب؟ مرتبات الذي يعمل المقبول الذي يتم قبوله على وظيفه امام وخطيب ومدرس سوف يعامل في تعاقده الاول معامله الامام والخطيب المعين، ثم يخضع في السنه الاولى الى تقييم لادائه. نعم. ثم يجدد العقد بتاعه مره اخرى، ثم في العام التالي يخضع ايضا لتقييم وتحديد لي مهام عمل ومدى التزامه بها في السنة الثانية، ثم بعد الالتزام في السنتين يتم إجراء تعيين لي فورا. طب كم بقى يا فندم بالظبط؟ خليني أراجع لحضرتك المبلغ كاملا، وإن شاء الله نعاود فيما بعد وبلغكم به كاملا. يعني نشكر حضرتك كل الشكر الدكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف. يعني أكيد وظيفة مهمة، وفكرة يعني الشروط والمعايير اللي اتقال عليها من دكتور عبد الله هي يعني شروط ومعايير بتضمن للدولة تعيين يعني الأشخاص المتميزين في الجهاز الإداري للدولة والوزارات المختلفة.